أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية. إخواني، لا يوجد قواعد عسكرية أجنبية على أراضي الدولة الأردنية. قلنا مرارا هذا الكلام، وبدي أستغل هذا السؤال عشان أذكركم جميعا ببعض التقارير التي تصدر من صحف مملوكة لوكالات استخبارات أجنبية تبث هذه المعلومات المغلوطة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار والتشويش على سياسات الدول بما في ذلك الأردن. المومني قال خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء الاثنين للحديث عن أبرز قرارات مجلس الوزراء أن موقف الأردن من الهجوم الثلاثي على الأراضي السورية واضح، حيث لا يوجد أي حل للأزمة السورية سوى الحل السياسي. موقفنا أخي أسامة بشأن الضربة العسكرية الأخيرة معلن، أعلناه بشكل واضح للكافة. إحنا أكدنا على موقفنا من الحل السياسي للأزمة السورية، وأكدنا أن هذا الحل هو الذي سوف يحقق وحدة سوريا الترابية ووحدة شعب سوريا، وهو الذي سوف يجلب الأمن والاستقرار لسوريا بحول الله. هذا هو موقفنا وهذا اللي أكدنا عليه. وبين أن جميع الإجراءات المتخذة بشأن الاستثمار أثبتت إيجابيتها وعادت على الجهات المسؤولة عنها بنتائج جيدة. موضوع منح الجنسية، الإقامة الدائمة، موضوع التملك وتسهيله سواء كان العقارات أو السيارات، كل هذه من القرارات التي اتخذناها في الحكومة واتخذناها بهدف أساسي وهو جلب الاستثمار، ونناقش هذه القرارات بشكل مستمر حتى نرى ما هي انعكاسات هذه القرارات على البيئة الاستثمارية بشكل عام. المهم بشكل أريد أن أقول أن الروحية السائدة هي ضرورة أن يكون هنالك تعامل بشكل دقيق وبفعالية كبيرة لمواجهة أو حلحلة كافة القضايا العالقة المرتبطة بموضوع الاستثمار. لا نريد أن نبقي أي قضية قد تعطي انطباعا أننا مترددون في التعامل مع ملف الاستثمار، سواء بجلب الاستثمار أو التعامل مع الاستثمارات الموجودة حاليا اللي ممكن بعضها يواجه بعض المعيقات. كما وأكد خلال المؤتمر أن أراضي الباقورة تحت السيادة الأردنية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ موقف حيالها قبل شهر تشرين الأول المقبل. كما أكد المومني توجه الحكومة لتشجيع زيادة استخدام سيارات الكهرباء في الأردن، قائلا أن نسبة انتشار سيارات الهايبريد في الأردن تعد أكثر من مثاليتها في ألمانيا، وسبب تشجيع الحكومة على شرائها بسبب تخفيض الضريبة عليها من 55% إلى 25%. الهايبريد تذكروا كان الضريبة الخاصة على سيارات الهايبريد كانت 55%، نزلناها ل 25% حتى نشجع انتشار هذه السيارة، فانتشرت بشكل كبير، وصلت لنسبة مرتفعة تفوق تلك النسبة اللي موجودة في كثير من الدول الأوروبية. نحن تفوقنا في موضوع نشر السيارات الموفرة للطاقة على الدول الأوروبية بما في ذلك الدول التي تفاخر بذلك. أضرب مثالا ألمانيا، انتشار الهايبريد في الأردن أكثر من ألمانيا. الآن أعدنا القرار الأخير، رجعنا النسبة من 25% كما كانت ل 55%، وأذكر أنها 55% اللي هي لازالت أقل من السيارة العادية، السيارة العادية الضريبة عليها الخاصة 93%، يعني لازلنا بسياساتنا نشجع السيارات الهجينة وسيارات الهايبريد.